السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير البرية المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن صيام 6 أيام من شوال. فربنا جل جلاله من رحمته الواسعة على عباده المؤمنين أن وضع لنا مواسم للخير، مواسم للطاعات. هذه المواسم تتوالى علينا، نحن على وشك أن ودعنا شهر الصيام والقيام والعتق من النيران، شهر رمضان ودعناه، وبفضل الله سبحانه وتعالى فإن أبواب الخير وأبواب الطاعات وأبواب الحسنات تبقى دوما مفتوحة لعباد الله المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. فمواسم الخير دائما مستمرة. ولعل من أفضل هذه المواسم ديال الخير هذه الشهور المباركة، ولعل من أفضل الأعمال عمل الصوم. الصيام هو قربة من القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهو طاعة من الطاعات التي تطهر القلوب وتهذب النفوس، وهو جنة ووقاية من أدواء الروح والقلب والبدن. الصيام له منافع كثيرة، وهذه المنافع لا تعد ولا تحصى. إذا كنا قد ودعنا رمضان، نحن هذه الأيام في شوال، شوال الخير، شوال العمل الصالح. وقد سن لنا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان. المفروض أن كل واحد من عباد الله المؤمنين أنه يجتهد على قدر ما يستطيع ليغتنم هذه الفرص. وكان بعض الصالحين كانوا فرحانين بهذه المواسم، لأنهم يبقون طيلة حياتهم يتقلبون من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى أخرى، حتى يلقون ربهم سبحانه وتعالى راجين بذلك العفو والمغفرة، وراجين جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لأن أيها الأحبة الكرام، الهدف الأسمى والمقصد الأعلى الذي من أجله خلقنا وجئنا إلى هذا الكوكب الأرضي لسنوات معدودات، ثم سوف نغادر إلى عالمنا العلوي، لماذا جئنا؟ من أجل فقط العبادة، والعبادة أولا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأيام العبادة مستمرة على طول، ومنها صيام 6 أيام من شوال. هذه سنة نبوية حميدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لصام رمضان 30 يوم ثم أتبعه 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر. ما هو الدهر؟ الدهر هو السنة، يعني كأنه صام السنة بكاملها. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها،
إلا كان الشهر ديال رمضان فيه 30 يوم والحسنة بعشر أمثالها، يعني 30 في 10 هي 300 يوم. إلا زدنا عليها 6 أيام من شوال، 6 في 3 في 10 هي 60، و 300 زائد 60 هي 360 يوم. والسنة هذا هو العدد ديال تقريبا حوالي 365 يوم. فمن صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، كان كصيام الظهر. وهذا الخير كله فيه أجر وثواب ينتفع به المؤمن في دينه ودنياه وعاقبة أمره. حقيقة صيام شوال وكذلك قبل رمضان كان شعبان. لماذا رمضان ربنا عز وجل خصصه بالصيام وجعل شعبان قبل منه يكون فيه الصيام وشوال بعد منه فيه الصيام؟ علاش؟ قال لك كصلاة السنن ديال الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها. كاين بعض الصلوات مثلا الظهر، قبل ما نصلي الظهر كنصلي قبل منه ركعتين وبعده 4 ركعات. كل صلاة مفروضة عندها سنن ورواتب قبلها وبعدها. علاش؟ باش قبلها كتمهد الطريق، كتحيد، كتستعد نفسيا باش تحصل الخشوع وتؤدي العبادة على أحسن ما يرام. واللي السنن والرواتب اللي بعدها بحال كترقع داكشي اللي وقع لك من خلل أو نقصان، فيكتمل كل ما حصلت في الفرض من خلل أو نقصان. الفرائض تكمل بالنوافل. وأكثر الناس في صيامه للفرض أكيد صدر منا نقصان، صدر منا خلل، وقعنا في غفلة، فنحن محتاجين كي نجبر ما وقع من خلل ونقصان في صيامنا. وحينما نصوم هذه الأيام المباركة كنظن على الأقل بأن قد انجبر الخلل والنقصان. كذلك أيها الأحبة الكرام، معاودة الصيام بعد صيام رمضان هذه علامة على ماذا؟ علامة على قبول صوم رمضان. العلامة باش ربي عز وجل يأكد لنا أن صيامنا مقبول عند الله هو سبحانه وتعالى يوفقنا لعمل صالح بعد رمضان. اللي بغي يعرف نفسه واش ربي تقبل منه رمضان أم لا، غيشوف بعد رمضان السلوك ديالو العام، هل هو غادي في طاعة الله، في محبة الله، معنى أن ربي تقبل منه الصلاة ديالو وتقبل منه الصيام ديالو وتقبل منه ختم القرآن، جميع الأعمال اللي قام بها العبد مقبولة. لكن إلا قدر الله تعالى الإنسان منا تعطش للمعاصي للخطايا، معنى أن هذا الصيام ما مقبولش وما انتفعش به. وقد قال بعض الصالحين ثواب الحسنة الحسنة بعدها. باش كنعرف بأن الحسنة مقبولة ثوابها أن توفق للحسنة بعدها. فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة، الله يحفظنا وإياكم، كان ذلك علامة ديال رد الحسنة وعدم قبولها. ربنا جل جلاله وهو يبشرنا بالخيرات يقول بأن الصائمين لرمضان سوف يوفون أجورهم يوم في عيد الفطر. حنا الحمد لله فرحنا، عيد الفطر السعيد كان أيام جميلة، أيام مباركة، أيام أكل وشرب وأيام احتفالات وزيارة العائلات. كيسموا العلماء هو يوم الجوائز، يوم الجوائز. فكيكون المعاودة ديال الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة. لأن أكبر نعمة ما هي؟ هي كاين نعمة الإيمان، كاين نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة الرزق، ولكن من أعظم النعم هي مغفرة الذنوب. هذه نعمة عظيمة، هذه لا تقدر بثمن. أعظم نعمة مغفرة الذنوب، أن العبد المؤمن لما صام رمضان واستكمل العدة الله جل جلاله أعتق رقاب عباده من النيران. مغفرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان القيام
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا القيام ديال التراويح يقول العلماء يتحقق ولو بركعتين بعد العشاء أو ركعتين قبل الفجر، هذه أكبر نعمة، مغفرة الذنوب. فالمؤمنين يكونوا فرحانين هذه الأيام، يقول الحمد لله جاءنا المطهر هو رمضان وقد غسلنا صحيفتنا من الذنوب والخطايا وبدأنا صفحة جديدة نقية طاهرة طيبة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. انظروا إلى السيرة النبوية الشريفة، حيث كان نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه، كتعود لقدمين ديالو غيطردقوا من شدة الألم. أمنا عائشة تقول يا رسول الله ارحم نفسك، طولت القيام وأكثرت من القيام، ياك ربي يغفر لك، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لأن ربي عز وجل أخبر أن هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مغفور له. ومع ذلك كنوجد بأن سيدنا رسول الله كان يقوم الليل ويطيل السجود ويطيل الوقوف حتى تتورم قدماه. ملك يقول له النساء ديالو يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. مادام ربي عز وجل كرمني بالمغفرة خاصني انتقل من مقام المغفرة إلى مقام الشكر، شكر الله تعالى على هذه النعم اللي أعطانا سبحانه. ربنا جل جلاله أمرنا بأن نشكر نعمة الصيام ديال رمضان. بماذا؟ بإظهار ذكره، احنا مطالبين بالإكثار من الذكر في هذه الأيام المعظمة، وغير ذلك من أنواع الشكر. يقول جل جلاله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون، يعني خصنا نشكر الله تعالى. راه رمضان دوزنا الحمد لله في خير عظيم، كل واحد منا ينظر إلى صحيفته، غفر الله له ما تقدم من ذنبك، فرمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق، عتق من النيران. الحمد لله ربي أصدر أحكام لعباده الصائمين بأن أعتق رقابنا من النيران، هذه نعمة. ثم نعمة ثانية، لقينا الحمد لله الصحة ديالنا بعافية جيدة، خرجنا من رمضان والحمد لله شحال ديال الناس عندهم السكري وعندهم ضغط الدم وعندهم الوزن الزائد وعندهم أمراض القلب وعندهم وعندهم، الحمد لله في رمضان ولاو منورين، كنلقاهم الحمد لله بنية جسمية سليمة، وكنلقاو بأن الوضع الصحي ديالهم مستقر، وكنلقاو منهم من زاد في الخير، هذه نعم نعم لعلكم تشكرون. فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرته الذنوب، جميل أن نشكر الله تعالى بصيام أيام أخرى هي أيام شوال، نشكر الله تعالى، نعبر عن شكرنا لله بصيام 6 أيام من شوال. وقد كان بعض السلف يقول إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. شوف سبحانك يا جليل، إلى أعطاه شف راسه بالليل جه النشاط أنه يقوم الليل ودار القيام ديال الليل، يقول راه ماشي أنا اللي قمت من تلقاء نفسي، راه ربنا سبحانه وتعالى هو جل جلاله هو الذي أعطاني هذه الهمة وأعطاني هذه الإرادة وأعطاني هذه العزيمة وأيقظني في جوف الليل وأوقفني بين يديه وقمت الليل، هذه نعمة من عند الرحمن. فكيقول غنشكر ربي على قيام الليل بصيام النهار فيصبح صائما. هكذا كان يفكر سلفنا الصالح اللي كانوا دائما يسارعون في الخيرات. الكثير من الناس يتسألوا عن أحكام صيام 6 أيام من شوال، واش نصومها مباشرة بعد العيد، نصومها مجموعة، نصومها متفرقة، وما شأن الناس اللي عندهم ديون بحال المرأة الحائض، المرأة النفساء، المرأة المرضع، الشيخ الهريم، كيف يديروا هاد الناس كلهم؟ هي في الأصل أيها الأحبة الكرام أنه يستحب البدء بها بعد العيد مباشرة، نهار العيد يحرم الصيام،
لأنه يوم أكل وشرب وبعال، يعني يوم فرح وسرور. الصيام ضل العيد ممنوع، ولكن يجوز أن نصوم 6 أيام شوال نبدأ فيها مباشرة بعد يوم العيد. من السنة نبقى واحد اليومين أو 3 أيام، لكن بعض الناس كيبغي يبادر بها له ذلك. هذا من باب المسارعة إلى فعل الخير، لأن ربنا عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما معنى سارعوا؟ يعني الإكثار والمسارعة في فعل العبادات والطاعات، المسارعة. ثم قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيجوز تفريق هذه الأيام ديال شوال، نصومها خلال شهر شوال كاملا. لا يلزم أن نتابع الأيام متابعة، ممكن نفرقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا، حيث قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. بعض الناس كيقدر يصوم وستيام ديال شوال ما كيكملهاش. لا يلزم إتمام 6 من شوال، فمن استطاع الإتمام فقد أحسن، ومن لا يستطيع فلا حرج عليه، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لا يلزم نفسه. الأولى لمن عليه قضاء، النساء اللي عندهم القضاء، عندهم الديون، كتعدهم شيء أيام كانوها في رمضان فطروا فيها، الأولى لمن عليه قضاء في رمضان أن يبدأ به، ليبدأ بالديون دياله أولا، لأنه أبرأ لذمته، لأن الفرض مقدم على النفلة. والعلماء قالوا في كلام بعض أهل العلم، منهم من قدم 6 أيام من شوال على صيام الفرض على قولين. بعض العلماء قالوا: فضيلة صيام 6 من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان ثم أفطرها لعذر. وقالوا بأن سيدنا رسول الله قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فقالوا: إنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة. نكمل في الأول الدين اللي عليا هو الأول، باش نتسمى صمت رمضان عاد نجيب النافلة. البعض الآخر من العلماء قال لك: لا، فضيلة صيام 6 من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان اللي افطر فيها لعذر، لأن من أفطر أيام من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان، فإذا صام 6 من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر على اتباع صيام رمضان 6 من شوال. فكل صواب، والذي يظهر أن كل واحد من الناس حسب وفقه نفسه. اللي قدر يصوم الديون اللي عليه أولا يحيدها، عاد يصوم 6 أيام من شوال كان له الأجر والثواب جميل. ومن تعذر عليه ربي قال لنا: فعدة من أيام أخر، أعطانا العام كله، لا بأس نصوم 6 أيام من شوال نويها ديال شوال، عاد نبدأ نرد الأيام ديال الديون اللي عليا. وربنا عز وجل وسع في القضاء على عباده فقال: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، سنتوقف اللحظة لرفع آذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي، نقوم للصلاة ثم نعود لنواصل. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صلاة العشاء، وأن يوفقنا لأداء هذه الفريضة في وقتها مع الجماعة في مساجد الله، وأن يرزقنا وإياكم الخشوع والإخلاص. قولوا جميعا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مكالمتكم، وهي كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61
أو 62. وكذلك الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50. نبدأ بأول مكالمة من إقليم أسفي مع للا عيشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيداير خويا؟ مبروك العواش. الله يبارك فيك للا عيشة. الله يدخل عليك إن شاء الله الصحة وطول العمر وجميع المسلمين. اللهم آمين آمين يا رب. أنا الأخت عيشة من بنت أسفي اللي كدويت معاك في رمضان. يا مرحبا. كدويت نهضر معاك في الشام وقت قدتنيش المكالمة. يا مرحبا للا عيشة. بغيت نعاودك خويا غير اللي عندي كنحس بها أنايا. أنا كنخدم في واحد الرعاية الاجتماعية للمعاقين. ما شاء الله هنيئا لك. كنخدم فيها خويا مع الوليدات وما نقولش اللي كديرها مع الوليدات، ولكن الناس اللي حاطين بينهم خدامين معاهم ما معلقينش فينا ما كيساعدوناش ما شاء الله. محقورين بزاف ما نقولش. واش الإدارة ديال المؤسسة؟ إدارة وكل شيء. الناس ما دابا أنايا التقاعد ديالي قريب ليا وما ما صوبش التقاعد ديالي في الوقيته اللي دخلت فيها أنايا. نعم. لا عيشة، هاد المؤسسة اللي انتم خدامين فيها واش تابعة القطاع الخاص ولا تابعة المؤسسة ديال الدولة قطاع عام؟ وقتها لا، رعاية اجتماعية كتسمى. غدا تكون تابعة المندوبي ديال التعاون الوطني. مندوبي التعاون الوطني. نعم لا. وما نقولش لك زعما الوليدات خدامين معاهم، كنا معاهم في الكوزينة كنطيبوا ليهم زوينين زعما. نعم. شكلونا بزاف وما عاوتاني دزنا التنظيف نظفناهم صبنوا ليهم في سبيل الله وكل شيء. نعم. عاوتاني رجعنا من تاني من التصبين دزنا تاني للمدرسة، حكينا واحد الجهة فيها. نعم. الدراري تيباتو. نعم. الجهة فيها الأطفال دوك الذهنيين اللي تيقراو وكيمشيو لديورهم. إيه. رجعت تاني للمدرسة تاني تنظفوهم تاني وتنرجعوا معاهم حشاوشك من المراحيض وهادي. نعم. وما نقولش لك اخويا محقورين بزاف ما نقولش لك. لا حول ولا قوة الا بالله. صبر الله ودوك الحسنات اللي تنديرو صبارين وقاعدين ما عندناش فين نمشيو، ما كاينش البديل، ما كاينش فين ما شاء الله. ما تعطيكش الدور في الزنقة ولا شي حاجة، اللهم كنقولوا احنا خدمة الدراع أحسن. نعم لا لا. كيفاش لالا عيشة محقورين؟ واش كيتعاملوا معكم معاملة سيئة؟ كي ينهاركم؟ كيفرض عليكم شي قوانين جائرة؟ ما بحال دابا ملي ندخل انا للخدمه، ملي ندخل دابا ملي كنا حنا في هذيك البلاصه كنقولوا حنا الفيل مع الاطفال. نعم. كندخلوا ملي ندخلوا بحال دابا ندخلوا للكاتريات كنلقاو الوليدات بحال دابا اللي كيبغوا المسكين في الفراش تحيدوا ليه غطاء، نبدلوا ليه الفراش، نعاودوا ليه فراش جديد، الصابون. تصور ملي دخل عندنا من دوك اللي كيجيو يطلوا يشوفوا الاطفال في تيبات وداك الشيء تيقول لك الله يعطي الصحه هذه البنت اللي كتخدم في هذه البلاصه راها نقيه. ما شاء الله. راه شحال من جمعيه كنتساراو ملي كندخلوا لهاد الجمعيه تاع مدينه اسفير كنلقوا فيها النظافه. نعم. زعما الناس اللي كيجوا على برا كيشكرونا في هاد العمل وفي هاد النقاء. نعم. والناس اللي محاطين معانا واللي خدامين معاهم وداك الشيء ما كيعطوكش داك الشيء اللي كتخدمي، وعلى الاقل كيقول لك غسل بنتي الله يعطيك الصحه كي خدامه. تيجي يقول لك راكي ما خدامه كتضلي قاعده، اش كتضلي ديري؟ واش كنقولي انا كنت قاعده غيكون هاد الصاله غتكون صاله نقيه؟ نعم. يكونوا المراحيض نقيين، الناس كيدخلوا مع الدروج، تصور الاطفال مراضين. نعم. اللي دخل المرحاض وما دخلتيش من وراه راه دوز لي غير ما تقدرش تطلع عندهم فوق. نعم. بالريحه ديال اللي ما كنتيش منظف من وراهم. تقول لي انتم الدراري انا خدامه من وراهم مزيان. علاش تقول لي انا ما خدامهش علاش؟ وبحال دابا ملي كتجي هاد الوقيته ديال هاد العطل. نعم. حنا نجلسوا بحالنا بحالهم. تقول لي علاش انايا تقولوا لي ما تخدم ما تقعديش. هادوك مراهم اوطور خاصهم يمشيو يجلسوا وانت غير في النظافه خاصك تبقاي خدامه تيقول لك هما قعدي. كنقول معليش انايا كنخدم مع الاطفال العام كامل وملي كيجيو هاد العطل نبغي نرتاح فيهم حتى انا باش نهيئ ليهم باش ندخل معاهم تيقول لك لا انت يا لا علاقه معاهم انت غير بحال تيقول لي بحال كنت تقول لي انت كديري عيش الفير عيش الفير تيقولوا لك انت يا قعدي ولا ما قالش قعدي تيقولوها ليك. عائشه اختي شحال من سنه دوزتي في هاد المؤسسه؟ أنا دابا خويا في 2006 وأنا معاهم. من 2006 تقريبا 11 سنة دابا تقريبا. 11 سنة خويا وأنا معاهم. ولالا عيشة أشنو كطالبي؟ شنو المطالب اللي باش تشعري بأنك مرتاحة وتشعري بأنك مواطنة عندك حقوقك؟ أشنو هما المطالب اللي كتمنيها تحصلي عليها؟ أنا خويا كنطالبة بحال دابا ملي كيكونوا الأوطو خدامين أنا خدامة معاهم. نعم. ملي تكون العطال أنا أنا كنقول لهم بحال هكا. نعم. كنقول لهم أنا راه كان خاصني أنا كنتسنى منين من هاد البنات اللي خدامين
انايا غادي نعطيني عطله مني منهم، حتى انا ما نحس انا براسي انا خدامه وحتى انا بغيت نرتاح. نعم كنقول لك لا ما تقوليهاش هذه الهضره، ما عندكش الحق قال لك مش تقوليها حيت داك الشيء ديال الشغل ما يقولش لك تقعدي انت خاصك تبقاي تنظفي ما تقعديش. كنقول لهم انا راني خدامه مع الاطفال، انا كاين اطفال في المدرسه خاصني انا مني منهم. عندك عندك كونجي ديالك مثلا السنوي العطله السنويه هذيك بديك شهر كيقول لك انت ما تقعدي حتى يقول لك حتى شهر 8 حيت كتبقى المدرسه خاويه ما كيبقى حتى واحد، كتبقاي تمشي وتجي سيري وتجي سيري وتجي. واللي في الاداره حتى هما كيشتغلوا ولا كياخذوا العطله؟ المسيرين الاداريين من غير المدرسين كتبقى ديك الاداره كتبقى حتى هي في ديك النص مع تاع سبعه. نعم وكتقعد انا كنقول لهم انا مني من الاطور انا نقعد، ملي كيقعد الاطور انا نقعد انايا. انا خويا كيبقى فيا الحال كنقول انا خدامه بحالي ملي كيدخلوا هما كندخل انا. نعم وضيعه في التقاعد بحال دابا انا داخله في 2006. نعم هو ما حطني انا في ذاك 2013 ما شاء الله وعاطيني 20 في لاكيس ما ديرش لاكيس ديالي مقود. نعم انت مسمينك منظفه دابا الان، انت منظفه الصبغه ديالك الهيئه ديالك او الصفه ديالك ديريني منظفه. نعم يا بنت عائشه الله يكمل لك الرجاء يا رب يا كريم. دابا الامنيه ديالك هو ان يصبوا لك التقاعد ويعطوك العطله ديالك ترتاحي فيها. هادشي اللي كنتمنى انا تانا باش نحس انا راسي تانا راني مني منهم كان ملي كان يخرجوا هما وكنبقى كنحس انا بحال حقره بحال انا ماشي زعما. مع من كتحاوري عائشه؟ مع من كتحاوري؟ واش مع الكاتب العام ديال المؤسسه مع الرئيس ديال المؤسسه ولا شي اطار في القسم الموظفين؟ شكون اللي كتحاوري معاه؟ ونقول لك خويا الرئيس تاعنا ملي كيجي ما كيعطيكش وقت بحال دابا علاش بغيت نشكي عليك كيشكيت عليك انت. نعم ما لا ما يعطيكش وقت. درت عملية درت العملية المرارة وطحت في الخدمة. نعم طحت في الخدمة كنت مهودة الصابون من الدروج وطحت وملي شافوني دوك اللي خدامين معاه قلت لهم اخويا شافوني طحت وعيطوا علي وقالوا لي راه فلانة طاحت. قال لي ما تقولوش راه طاحت في الخدمة قلت له طاحت في الزنقة. لا حول ولا قوة الا بالله. كانوا هما ديك الساعة كانوا معاه. نعم تال هنا وتالي اللي فاش قالوا لي راه هاكين وهاكين قلت له على ما حشومهاش لكم دوما انا مخليني كنسواني راسي براسي. دابا من شهر 9 شهر 9 تنمشي للطبيب تندير الراديو كيعطيني الدواء كنبقى غادي متبعه بالدواء. ما شاء الله. وفتح دابا المراره دابا عندي دابا غادي في 3 شهور باش نفتح المراره وجد ما كنتسنى باش يقول لي على سلامتك يا بنتي وراه ما حالكم هذا وراه كي تخدمي وهذا الشيء ما قالش لي هذا الكلام. وانا عطاني الطبيب ديك 6 شهور حيت انا درت العمليه ديك تاع الليزر. نعم. باش ما تكونيش تاعبه بزاف وما تهزيش حاجه ثقيله عليك. نعم. وعطاني هذيك السبتات اللي كندفع في الاداره. ايه. ملي مشيت عند المدير قلت له هاكا مشى المدير قال لي هاكين وهاكين اللي عندي عيط علي هنا ملي عيط علي هنا قلت انا غادي نسكن غادي يطلب يقول لي شي كلمه اللي تبردني نقول بعدا راح قال عليا كلمه حنينه. نعم. ملي دخلت عنده قال لي هادشي اللي كديري بنتي راه ماشي معقول. قلت له اش درت؟ ورقه عطاها لي الطبيب. باش ما نهزش حاجه تقلق لي واش كتهزي اش كتهز؟ قلت لها ما كنهز كاتريات ما كنهز كراه راس ما كنهز حتى شي حاجه دوك اللي ما بقيتش كنهز. ما شاء الله. صافي 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 قال لي صافي نودي نودي صافي صافي سيري. عرفتي ما نقولش لك ملي قالها لي مرضت فيها سيمانه وانا كنبكي وكنهضر مع راسي. ما شاء الله. كنهضر مع راسي كنقول شوف دابا هذا السيد خدامين معاه مزيان وما عبرناش بلي احنا رحنا بنادم معبرنا حاجه وجهك اخويا بحال شي حشره ضربتيها شي حاجه وقتلتيها وحيدتيها. كيعبرش بحال بحال بنادم. ما شاء الله ما شاء الله. يا اختي عائشه والله الله الله يفرج عليك ان شاء الله يكون خير باذن الله. نتمنى من هذا نتمنى من هذا الكلام هذا الله. نعم. الله يجيب لي شي راجل يكون ولد الناس يا ربي يسمعني في هذا في هذا المباشر هنايا. ايه. ورا النمره ديالي عندكم لبغيت ايه. راجل يتزوج. لا لا عائشه شحال العمر ديالك؟ انا زيد اخويا في 61. ايه الله يكمل لك الرجاء يا رب. كيقول لي انت دابا فاكي كبار انت ما بقيتي لا جواج لا والو. قلت له لا انا ما كنتمنى الله. اييه الانسان محدود في الحياه دائما كيتمنى الله تعالى ولو إيه. تمر به السنوات دائما كيمد يده الى الله سبحانه وتعالى. انا حيت جاني ذاك المال تاع الخدمه وما كاينش اللي معتبرك وما كاينش اللي حان فيك. اييه لا جاب لك الله ود الناس وعشتي معاه مستوره كتكوني مرتاحه. اييه يا خويا هذا المنبر كنعيط وكنقول لي شي راجل بغى يتزوج. نعم. ويكون راجل معقول وديان ويخاف الله. نعم. ما نقولش لا وهاد التليفون ها هو ديالي عندكم وينسيني في هاد الهم كامل اللي دزت فيه وهاد العذاب وهاد التمام.
لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يكمل لك الرجاء اختي عائشه يا ربي يا كريم. لاله عائشه عمرها 56 سنه ومن مواليد 1961 وكتطلب شود الناس يكون يقف بها وتكون أنسة حياته وشريكة حياته. لما لا؟ ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ياما هناك سيدات في سن متقدم وكاين رجال كيقلبوا على نساء في سن متقدم. سبحانك يا جليل حتى واحد ما كيبقى بلاش. اللي مدي الضوء الى الخير ربي كيعطيه. ما سمعناه الان هو صرخة من سيدة تعمل في قطاع اللي هو اجتماعي وفي موقع بسيط جدا. عندنا مجموعة ديال العبر والدلالات من الكلام والخطاب اللي قالته لاله عائشة. اول حاجة صغار الموظفين والاعوان اللي كيقوموا باعمال بسيطة، هي تبدو بسيطة ولكن راه مهمة جدا. العون اللي كيقوم بالحراسة، شاوش اللي كيدير الملفات، المنظفة اللي كتنظف لينا. هاد الناس رغم كيبانوا لنا بان موضعيتهم بسيطة جدا وعندهم سلاليم دنيا ولكن الاهمية ديالهم قصوى. تصور معايا واحد النهار داك الحارس اللي مكلب بالمفاتيح والحراسة ما جاش، يعني ان خلل امني كبير ممكن يتسرب الى المؤسسة من يشاء ويعبث بها. تصور معايا داك المنظفة الى واحد النهار تغيبت وما جاتش، فتراكم الاوساخ ربما قد يؤذي المؤسسة بكاملها. هاد الناس احيانا كتكون اجورهم ضعيفة. وسمعنا من كلام ديال عائشة ان احيانا ما يحتاجون اليه هي كلمة طيبة. كلمة طيبة صدقة. كاين بعض المدراء الله يجازيهم بألف خير كيف كيدخل المؤسسة كيبدا يصافح وكيسلم على الكبير والصغير. واحد الإدارة كيحكي لي واحد السيد وكان عنده واحد الشخص فرنسي اشتغل في واحد الإدارة معينة، وكان ملي كيدخل كيلقى دوك الصغار الموظفات والكاتبات كيدخل في الصباح وكيقول لهم بونجور لي برانسيس بونجور لي برانسيس، كيفرحوا ديك الكلمة كتخليهم كلهم فرحانين وكيشتاقوا انهم يجوا بكري قبل منه باش يسمعوا منه ديك الكلمة الطيبة وديك الابتسامة. شوف غير كلمة كتزرع فيهم الحياة. لاله عائشة نموذج بغات غير اللي يسمع ليها. واحد النهار داك المدير او داك المسؤول ما فيها باس يعطيها واحد الوقيت 10 دقائق، تفضلي يا بنتي اش عندك، يعطيها ودنو تفتح لي قلبها ومن بعد يقول لها الا كان شي مساعدة مادية في الامكان على الرحم والسعة، الضعفاء هما اولى. فإلى ما كانت شيء غادي يكون لها كلمة طيبة وإن شاء الله غادي يكون خير وربي غيجيب التيسير. أول حاجة لاله عائشة هاد المؤسسات الاجتماعية راه كاين اللي هو تابع لجمعيات كتاخذ الدعم محدود من جهات معينة وكاين اللي تابعة للدولة وكلهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بالنسبة للجمعيات صعيب باش الإنسان يلقى عندهم تقاعد ويلقى الوظيفة فيها مجموعة ديال الامتيازات المادية، حتى هي غير جمعية، هي كتعيش من التبرعات ومن المساعدات ديال اهل الاحسان وشيء من دعم الدوله. لكن اذا كانت تابعه للدوله كتكون تابعه للمندوبي ديال التعاون الوطني، هناك قانون ديال الوظيفه العموميه يعطى للمنظفين والمنظفات وصغار الموظفين كيعطيهم واحد الاجره محترمه واحد التعويض واحد الاعتبار. لان على قدر ما عندك اجره ضئيله على قدر ما مسؤولياتك ديالها بسيطه. وذاك المدير حتى هو كيعطوا اجره عاليه راه كيعطوا مسؤوليه جسيمه، مسؤول على قرارات ومسؤول على تخطيط ومسؤول على برمجه ويحاسب في نهايه الانتداب ديالو، فكتلقى وقته تمين. احيانا ما عطاكش الوقت ماشي ما مساليش ما بغاش يهتم بك، وانما ربما ضغوطات العمل والمسؤوليات الكثيره. لاله عائشة ان شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى يرزقك المدد من عنده. راه كما قلنا بان الاجره ماشي دائما هي الرزق، الرزق شيء والاجره شيء. راه تكون عندك واحد الاجره بسيطه في واحد القطاع معين ويقدر الرزاق جل جلاله يفتح لك ابواب وابواب من الرزق جل جلاله الرزاق، ويقدر يكون عندك اجره ضخمه والرزاق يغلق عليك ابواب وابواب من الرزق. راه كاين هناك اسرار ربانيه لا يعلمها الا العاقلون والا من لهم قلوب تعقل وتعي. لاله عائشة نطلب الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يهيئ لك من أمرك رشدا ويختار لك واحد الزوج يكون صالح. طبعا المرأة ملي كتكون غير تلقى الرعاية والعناية من زوج له قلب حنون ويصرف عليها كتكون مرتاحة، كل شيء قريب عند رب العالمين.
لالا عائشة دائما يكفي يكفي ان الانسان يخلي قلبه معلق بالله. راه هذه الاداره وعند قوانينها، فما ظنك بهذا الكون الفسيح له رب انه مالك الملك ولا تفوته صغيره ولا كبيره، يعلم كل شيء ويتدخل في كل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذره ذره، كل حاجه عارفها. ما تتميش بزاف لالا عائشة بالمشاكل اليوميه والكون جاي. ربما كاين الاطر التربويه اللي عندهم واحد النظام ديال التدريس، عندهم واحد العطل شويه موسعه، الموظفين عندهم شهر ديال الكونجي، احيانا كتكون اكراهات، نسيروا غير بالملهل، نسيروا غير بالتيسير، وربي غادي يكمل الرجاء، الله يسهل عليك لالا عائشة، ونتمنى الكلام ديالك يسمعوه بعض المسؤولين ويعطوا اعتبار لهاد الصغار الموظفين. ماشي دائما العطاء المادي، غير الكلمه الطيبه، غير النظره الحنونه، غير التشجيع يكون بكلام جميل غادي يكون افضل، خصوصا اللي كيكون مريض، تغيب لانه مريض، كيتسنى يسمع منك الله يشافيك ما يكون عندك باس وان شاء الله يكون خير، او خاض واحد ثلاث ايام لان مات لي شي واحد من العائله، كيتسنى منك واحد كلمه عزاء، غير كلمه طيبه راه كتزرع الامل في القلوب وكتخلي الانسان يشعر بالانتماء لهذه المؤسسه. ملي كينتمي الموظف او العامل للمؤسسه كيشعر عنده الشعور بالانتماء للمؤسسه، كيحميها وكيدافع عليها وكيخدم بنيته وبصدق وبتفان، ما يسول على كونجي، ما يسول على تعويضات، لانه كيامن بالرساله ديالو. الا كان ما عندوش الشعور بالانتماء للمؤسسه راه كيبقى دائما بحال شي سجن، ياتي اليه كل صباح وينتظر متى يفرج عنه فينزلق مع المنزلقين. نسال الله تعالى ان يحفظ الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أسفي إلى إقليم السويرة مع لالا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس بنت مريم، الله يبارك فيك. الحمد لله وشكم بروكة. أكرمك الله. الحمد لله، كلشي بخير، كلشي دراجي كاملين. الحمد لله، كنا فرحانين، كنا سعداء، كنا مبهجين، الحمد لله، هذا فضل من الله تعالى، ذلك الفضل من الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. كاملين كريبا، أنا بغيتك تجي معايا. يا ربي. يا ربي يا كريم. مخاصمة مع الرجل، وإلا كان فيه الخير يا ربي الله يأتيه، لما فيه خير الله يصرفه عني. ياك ما كيدس بنت مريم، أش وقع لك مع الراجل؟ غير شي مشاكل عائلية. عندك مع شحال من وليد عندك مع لالا مريم؟ عندي وليد واحد. شحال السن ديالو دابا تقريبا؟ عندو 8 شهور. 8 شهور؟ الله، بنتي غير صبري يا بنتي مريم، غير صبري وحاولي إصلاحي ما يمكن إصلاحه. واللي ما باش يتصلح ندخلوه في خانة القضاء والقدر، خيره وشره. اللي عنده الوليدة لالا مريم ما يفكر في الخصام، ما يفكر في الطلاق. غنوصيك بنتي مريم حاجه وحده غتامني بها في مواجهه المشاكل الزوجيه، هذه المشاكل كتكون ربما كثيره. شنو النوع المشاكل اللي عندكم اللي مريم العائليه؟ واش ما تفاهمتيش مع الام ديالو، خواتاتو، ساكنين جميع، اش وقع لكم؟ لا انا ساكنه انا وياه جوج، ولكن هو اللي ما فهمش، هو اللي فهمت يعني ما عطيش الاهتمام للدار ديالو، ولا فهمت يعني ربما مشغول، عنده الشغل كثير، التمسي دي بعض الاحضار، ربما مشغول كيقبل الرزق ديال الزوجه وديال الوليدات، وبغي يطور نفسه، كيخدم بزاف، كيغيب، كيجي محن، عنده شي رئيس في العمل محنو، ربما شي ما عطاش اهتمام، التمسي دي بعض الاحضار. هادشي اللي كاين، ولكن فهمتي هو ما خدام غير خدمه عاديه وهذا، ولكن ما كيجيش هو اصلا ما كيباتش فيها. ما ما شاء الله ما كيباتش فيها الا بزاف. انت مريم انت اش كديري في الحياه؟ ما كندير والو. عندك الفراغ، كتشعري بالفراغ؟ ما شاء الله ما شاء الله، غالبا كتشعري بالفراغ بنتي مريم، وكتشعري بان الزوج حضوره ضروري ومؤكد. لا اله الا الله، الله يفرج عليك بنتي مريم، الله يحفظ لك لك الوليد ويبارك فيه ويصلحه ويجعل فيه الله الخير والبركه يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. لا اله الا الله. النموذج ديال بنتنا مريم من الصويره، المرأة المتزوجة في وقت يعني باقا جديدة، باقي الله كملت ربما سنتين وعنده وليد يلاه نجبته عنده 8 شهور. الخطأ اللي وقع فيه الزوج أنه يغيب، نعم الراجل ملي كيغيب إلا كان كيخدم بالليل وبالنهار، كاين بعض الرجال اللي كيقلب على لقمة العيش الحلال بعرق جبينه،
تيخدم هذه الخدمه وكيسالي وكيمشي يدير مهمه اخرى باش يكسب واحد الكسب من عرق جبينه باش ما يمدش يدو للتسول، ما يمدش يدو للديون للسلف، ينفق على عائلته. هذا يكرم، هذا له التشجيع، لان الراجل بحال الفاس. لكن الا كان كيغيب غير لاشياء تافهه، يمشي للمقاهي ويمشي مع الاصدقاء، واحد الشله ديال الضياع، هذا له عليه عتاب وعليه لوم شديد. مريم بنتي، ملي كتزوج المراه وكتولد، قضيه الفراق والطلاق غير تحيدها من راسها، الا في الحالات الاضطراريه الشديده. علاش؟ لان اكبر ضحيه كيوقعوا فيها المطلقين هما الاولاد. واخا كيبان الاولاد راه ما فاهمينش وراهم كيلعبوا، لا، راه كتزرع فيهم عقد خطيره. ياما كنتلاقى مع اناس كبار في السن ديالي وكنلقى عندهم عقد شديده، كنقول او فلان تبارك الله في مستوى، تلقاه طبيب وتلقاه مهندس وتلقاه محامي وكتلقاه قاضي. اصدقاء ديالي كنعرفهم كتلقى عنده شي عقد ما مفهومينش. ملي كنحاول نقلب من جاتو هذه العقده، كتلقى ضحيه انه ملي كان باقي صبي كان نزاع بين امه وابيه، او كان ضحيه طلاق، راه كتزرع فيه واحد البذره ديال العقد وكتكبر معاه. واخا نقولوا راه كيلعب، راه فرحان، راه كنوفر ليه الغطاء المادي، راه كنشري ليه اللي بغى، ابدا عمرو ما كيوقع، ما كيكون منسجم مع عاداته. ملي كيكبر كتلقى اما متسلط، كتلقى فيه كيخدموا عنده شي ناس كيعذبهم، ولا كتلقى انسان سلبي جدا، ما يضر ما ينفع، كتلقى دائما صامت ما كيتحرك، لا يحرك ساكنا، ولا كتلقى انسان ضائع في شي باليه من البلايا كيضيع فيها، كيبغي ينسى، يجي الغفله، ولا شي حاجه اللي هي غير سويه. والسبب هو انه ضحيه الطلاق. فكنقول لك بنتي مريم، على قبل ذاك الوليد غتصبري، غديري اول سلاح هو الصبر. ملي كنلقاو ما كنلقاوش شي حلول معينه، كنفكر بعقلي ونسول الخبراء في السوسيولوجيا وفي العلم النفس وفي كذا وفي القانون، ببساطه ما نبقاش نقلب بزاف، ناخذ من الاخر كما اوصانا ربنا جل جلاله، اصبر فان الله مع الصابرين. سهله، احسن حل، احسن حل واعظم حل. ملي كتوقع لي المشاكل الكثيره، ما نبقاش نقلب على الحلول اللي وضعوها الخبراء، اما في ميدان الصحه النفسيه ولا في ميدان البحث الاجتماعي وفي الميدان القانوني. كنتعب وكنعيا، ربي عز وجل قال لك غير صبر، غير صبر وما تخافش. اش كيوقع؟ ان الله مع الصابرين، ان الله مع كتسمع عقيده المعيه، الله معك. لما تكون صابر الله معك، وإذا صبرت واحتسبت لن يطول صبرك، لأن الله عز وجل يتدخل وبقوة فيهيئ لك من أمرك رشدا، وينصر مقامك ويعوضك من كل ما ضاع أضعافا مضاعفة. ما تخافش، ربك يقول لنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعظم حل من الحلول للمشاكل الكبرى والعويصة غير صبر. حط سلاحك وجلس وقول ما غنقاومش، ماشي سلبية هذه، لا، هذه كتسمى واحد المقام من مقامات اهل الله. يقول لك علاش انا غنتخاصم؟ هذاك خلق من خلق الله، وانا سوف ارحم جهله في التعامل معي اكراما لله. يا ربي هذا خلقته من خلقك، وانا احترمه واتجاوز عن سلوكاته اكراما لك يا كريم، اكراما لك. هذاك الزوج مثلا كيدير تصرفات سيئه، انا ما غنسول فيه، ما غنتكلم فيه، ندير ما سمعت ما شفت، واخا نضيع، ولكن غنقول اكراما لك يا رب. ربي عز وجل كيقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي، انظروا الى امتي، كيصبروا من اجلي اكراما لي، ما يستحقون مني. كيقول يا ربي انت اهل الكرم وانت اهل الجود واهل العطاء، فيتجلى الله عليك بالكرم والجود. سبحانك سبحانك سبحانك، ما اعظم شانك. هذا الكلام اقوله ايها الاحبه الكرام ليس من ضرب الخيال، وانما رايته بام عيناي هاتين اللتين سوف ياكلهما الدود. هاد العينين شفتهم، شفت اناس يا ما وقعت لهم مشاكل كبيره، خدم الاخر ان الله مع الصابرين. كدوز واحد المده قليله وسبحانك سبحانك يا عظيم، يفتح الله لهم ابواب الخير وابواب العطاء وابواب الرزق، ويهيئ لهم من امرهم رشدا، وكي يسخر لهم اناس اخرين. الا كانت السيد في العكس، يسخر لك الله معارف اخرى، شي معارف وكانهم ملائكه فوق الارض، يسخر لك الله تعالى قلوبهم طاهرة وخيرهم وفير، وكتعيش حياة طيبة، تتنعم تتنعم، حتى انت كتسول نفسك يا ربي من أين لي هذا كله، هذا الخير الذي جاءني؟ جاءك من الصبر.
فبنتي مريم اول سلاح غنسلحو به لمواجهه المشكل العائلي الصبر، غنسد فمي وغنريح وخلي على ربي وهو غيصوب من عنده جل جلاله. الامر الثاني بنتي مريم هو ان هذا الزوج علاش كيهرب من الدار؟ علاش كيغيب؟ لعل ربما ما لقاش شي حاجه تجذبه اليه. فحاولي تعرفي على بعض القضايا المرتبطه بعالم النساء وغتتفهمي. نعطيك مثال، الى عندك الانترنت دخلي لواحد الموقع سميتو لالام ولاتي، راه فيه مجموعه وصايا للمراه، كيف تطبخ، كيف تلبس، كيف تؤتت بيتها، كيف تستقبل الضيوف، كيف تثير الفرحه في قلب زوجها. شحال ديال النصائح ديال السيدات خذوا من واقع التجربه. غنتحاول نتمثل ببعض هذه النصائح وغنخلق من بيتي جنه، بيتي اخلق منه جنه، رغم انه بسيط ومتواضع ونخلق منه جنه، نخلي الرجل يفرح ويجي. والكلمة الطيبة لها سحر عظيم، والابتسامة الصادقة البريئة لها مفعول أكثر من السحر. وربنا سبحانه وتعالى يجمع الشمل. بنتي مريم الله يجمع شملك، الله يوفقك أنت والزوج ديالك على المحبة والطاعة، والله يجعلكم على قدم المساواة مودة ورحمة، ويفرحك الله بذاك الوليد ويبارك فيه وينبته نبتا حسنا. اللهم آمين يا ربي يا كريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونتحول اللحظة من إقليم الصويرة إلى إقليم بالجعد مع أخينا السي سليمان. ألو. السلام عليكم السي سليمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بك خويا. على عباد الله الصالحين. دكتور بخير لاباس؟ الحمد لله مولاي. رمضان كريم والعواشر والعيد والحمد لله الامتيازات اللي تفضلنا دكتور، الله يجازيك بخير مولاي الطيب. العفو خويا، عفو سي سليمان، الله يكبر بك مولاي. انا معك اخوك من القران الكريم. اهلا. انما المؤمنون اخوه. اياه انما المؤمن اخوه، وراه فعلا نحن خوت، راه ابونا وامنا واحد، ادم وحواء. نعم. دكتور واحد الطلب ديالي، واحد السؤال لك من ممكن، الله يجازيك بخير. يا مرحبا. كاين واحد الدوسي جا عندنا الجماعه ديالنا، بغي نسالك عليه ورشدني الله يجازيك بخير. يا مرحبا. وهذيك الناس بحال اختاروني فيه وداروني في هذاك الدوسي، تسمى تكفل الفرص. نعم تكفل الفرص. نعم. نعم. عندك علم عليها دكتور؟ بغيت نسال نزيد لقدام ولا نبعد اكتشاف؟ شكون هذو اللي عطاك السي سليمان هذه الحاجه؟ شكون؟ المجلس ديالنا اللي كاين في الجامعه. اييه. سي سليمان واش انت كتعاني من شي اعاقه او شي مرض او شي احتياج؟ لا. اييه. نعم سيدي. شوف. هذه البصر. اييه خويا. نعم. نعم. اذا رحنا سجلناك طموح السبعه الناس باش تكونوا. نعم. معنا في هذا وبغينا نعرف المعلومات شنو هو دكتور. نعم هذا تكفل الفرص في القسم الاجتماعي. الناس اللي هما عندهم ظروف صعبه والدوله كتحاول ما امكن تقدم بعض المساعدات للناس اللي هما اول حاجه في الروح الوطنيه، ثانيا انهم محتاجين الى المساعده، فكيتم كيكون لك المساعده محدوده، فيعطى للمسؤول في الشأن الاجتماعي، اما الرئيس على الجماعه او الرئيس ديال المنطقه تما، انه يختار وينتقي من يستحقون هذه الامور. تكفل الفرص ربما قد تعطى بعض الامتيازات، اما كيكون دي كيوسك، اما واحد الرصيف ديال الكارديناج، اما كيقدر يكون ربما شي امتياز كتعطيه الدوله في اطار المساعده الاجتماعيه. فيختارون الناس اللي هما محتاجين اولا، ثانيا كتكون فيهم الروح الوطنيه، ثالثا ممكن انهم يتم استثمارهم في المستقبل، انهم كيكونوا حاضرين مع الناس، انهم كيتكلموا بواحد الكلام يحترم الثوابت العامه للبلد، انه دائما كيكون بهذا الشكل تقريبا. نعم. وان شاء الله يكون في خير، غيكون في خير ان شاء الله، شي فرصه شي عطاء شي امتياز مادي باذن الله. يا كأس. اي سي سليمان باذن الله. ما نتوخروش، نتوكلوا على الله. توكل على الله تعالى وسير غدا عند واش في الجامعه ولا في العماله؟ لا في الجامعه. في الجامعه، تمشي للجامعه القسم الاجتماعي، غيستقبلوك غادي يشرحوا لك شنو هو التكفل الفرص. كاين التكفل العائلي هذاك بوحده، تكفل الفرص هو كيعطوك الامتياز باش تاخذ واحد الفرصه معينه، امتياز مادي كتعطيه الدوله في اطار المساعده الاجتماعيه للناس اللي ظروفهم الصحيه ضعيفه. باذن الله، الله يكمل لك الرجاء اخويا سليمان.
الله يجزيك يا دكتور، الله يعاونك، الله يفتح علينا وعليك، الله ينورك بنور الله. اللهم امين اخويا، شكرا لك سي سليمان. هذا الشيء قبله منك الله يا رب. الناس اللي متقين الله والناس يخاف الله، الله يجزيك بخير، وهل من مزيد؟ يا رب يا كريم يا رب، الله يكمل لك الرجاء سي سليمان. شكرا لك اخويا، شكرا شكرا. وفعلا الناس اللي هما يا عندهم احتياجات خاصه، اما عندهم اعاقه في الاقدام ديالهم، اما كفيف، اما كيقدر يكون عنده واحد ظروف صحيه صعيبه، طبعا خاص لابد من المساعده الماديه. يا ريت انها تكفل فرص يتوسع كثيرا ويعطى للناس اللي عندهم ظروف صعيبه. هذه الاذاعه المباركه يقصدها كثير من الناس المحتاجين، وكنسمعوا منهم وكنتالموا لالمهم. كنلقاو مثلا شي أسرة عندها واحد الوليد أو بنية عنده إعاقة، ما كيشوفش ما كيسمعش، أو ربما عنده إعاقة حركية، ملي كيكون باقي مازال صغير الحمل سهل، راه كيهزوه ويتسخروا به ونظفوه ويوكلوه ويشربوه. لكن فين كاين الإشكال؟ ملي كيكبر وكيفوت 20 سنة 30 سنة حتى واحد ما يقدر يهزو، غير الكرسي ديالو كيسوى الثمن، وليكوش والعناية خاصو جوج الناس اللي يهزوه ويحركوه، وما كاينينش ما مسالينش. الا كان عنده اعاقه بصريه خصو شكون اللي يمشي معاه، اللي يتحرك معاه من مكان لمكان. الا بغى يخدم ما يقدرش يخدم، حيت ما عندوش الامكانات تاع الفرصة الشغل. كيبقى دائما الا كانت العائله فقيره كيبقى مسكين معذب عذاب شديد. اشنو هو المال اللي كيكون عنده؟ هو التسول. في الاخر كيضطر وكيجلس تحت باب ديال الجامع او لا شي مكان معين وكيطلب التسول، وحتى التسول ما بقاش ساهل، ولات فيها ظاهرة التسول، ولات مخيفة في بلادنا بسبب النزوح ديال إخواننا السوريين ضحايا الأحداث الدموية في سوريا، ثم نزوح إخواننا الأفارقة، ثم بسبب الانفلات الأمني وبسبب المجاعات، ثم أحبابنا احنا اللي ربما عندهم تم الفقر وعندهم الاحتياج، فكتعود التسول كثير ولا كثير ولا مخيف ولا مقلق. وهنا كنتمنى إن شاء الله تعالى هذه الحكومة المباركة تجتهد كثير في العمل الاجتماعي، أنها تفتح الأبواب للناس المكفوفين، الناس المعاقين، الناس اللي عندهم احتياجات خاصة، تعطيهم الامتيازات. وكذلك الأهل الإحسان وأهل الفضل، ربي عز وجل قال لنا في الحديث القدسي ابغوني في ضعفائكم. محبة الله أعلى مقام، أعلى 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 مقام التدين والتعبد، هو محبة الله، هو أعلى مقام العبادة والتدين، محبة الله. فربي عز وجل قال لنا اللي بغى يعبر على حبي حبه لي بماذا يعبر؟ بأن يحسن للفقراء والمحتاجين والضعفاء. ابغوني في ضعفائكم، ابغوني في ضعفائكم. وفي الحديث أحب الخلق إلى الله أرحمهم بعياله، الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أرحمهم بعياله. وسبحان الله العظيم، جميع الأنبياء والمرسلين اللي مروا في التاريخ كان دائما الشق الاجتماعي كيمثل لهم واحد القوة عظيمة. وكان سيدنا المسيح عيسى بن مريم ملي كان بغي ينتدب الحواريين قال لهم من أراد أن ينال الملكوت في السماوات العلى فليعمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين والمهمشين. المهمشين هو كيستهدف هذه الفئة بالضبط، جميع الأنبياء والمرسلين. وطبعا سيدنا محمد القدوة وهو إمام الأنبياء والمرسلين، ياما تعامل مع الضعفاء ومع الفقراء والمساكين. وحتى البرامج السياسية ديال الحكومات عبر العالم، الحكومات اللي كنسمعوا عندها واحد الصيت عظيم وكنسمعوا عندها واحد الديمومة في التاريخ ديال بلادها، هي اللي كتخلي الملف الاجتماعي كيكون دائما قابل للمساعدة وكيكون يستفيد منه أكبر قدر ممكن من الضعفاء. فكنتمنوا الحكومة هذه يفقر بالعالمين وتهتم كثير بهاد الناس. فالكلام اللي قال سي سليمان هذا مما يبشر بالخير، ان في الجماعات وفي العملات وفي الاقسام ديال الشؤون الاجتماعيه يفتحوا هاد لي دوسي ديال التكافل الفرص، انهم يعطوهم امتيازات، اما واحد الرصيف يدير فيه غارديان يكري باش ياكل، اما واحد الكيوسك جا في واحد مفترق الطرق يكريه باش يقدر يعيش به، اما اغريمون دو تاكسي، واما اعطيات معينه. الله يكمل الرجاء والله يعطي لمن اعطى، اللهم انفق على من انفق، اللهم امين يا ربي يا كريم. نتحولوا من الجعد الى رحامنا مع السي عبد الاله. رحامنا مع السي عبد الاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله سيدي الطيب. أهلا سي عبد الإله. وكذا الحاج لاباس عليك. حياك الله مولاي. كذا مع الصحة بخير. والحمد لله ربي ونشكروه. وفرحان ودي سيدي الحاج وسبحان الله العظيم. طبعا سدنا الخط اليوم الله يكرمك ودي سيدي الحاج ومحظوظ باش نهضر معك اليوم. أهلا أهلا سي عبد الإله صديق البرنامج وأيضا أنت من أصحاب الاحتياجات الخاصة أنت مكتوب سي عبد الإله. يا ودي سيدي الحاج كنسمعك على الحرقة ديالك على هاد الناس هادي الشيء اللي كتقول كله كاين سيدي الحاج. ما شاء الله هاد الناس هادو تكون يلقاو له هاد الكلام ديالك يلقى العاده الصاغيه باذن الله. حنا كنسمعوا هاد الناس ما كنقولوا حنا ملي كنسمعوا بحال هاد الناس كنقولوا ما عندنا حنا والو حمدنا ربي وشكرناه. سي عبد الاله خويا انت مكفوف ولو لو لو استغنى الفرصه وخبرتينا اشنو المعاناه اللي كيعاني من الانسان اللي عنده اعاقه اما بصريه او حركيه او غير ذلك وكبر في السن وكينتمي لاسره فقيره اشنو المعاناه اللي كيحس بها يوميا؟ معاناه صعيبه ودي في الحاج. لا اله الا الله. ملي الانسان كيكون بوحدو كيكون صغير داكشي كما قلتي في الحاج انت هادشي وضحتيه كيكون صغير كتكون داكشي الحاجه ديال صغير وملي كيكبر وكتكون عندك الاسره كيكون داكشي صعيب ودي في الحاج ولقمات العيش انت راك عرفتيها في هذا الزمان صعبت بزاف. ما شاء الله. كنتمنى من هذه الحكومه ديال سعد الدين العثماني تشوف لهاد الناس حنا كنفرحوا ملي كنسمعوا نتمنوا بلادنا يكون فيها الخير ان شاء الله. يا ربي. ونتمنوا سيدنا يسمع هذا النداء هذا ديال هاد الناس المعاقين الا ما كانت شي التفاته وشي تعليمات من جلاله الملك ما كاين حتى شي حاجه. لا اله الا الله. منهم الله سيدي ربي يصلح بين البلاد والعباد. اللهم امين. سيدي ربي هذا الكلام يلقى الاذان الصغير المشاكل كما قلت سيدي الحاج ديال المشاكل مكفوف. نعم. هي مشاكل صعيبه وصعيبه بزاف كاين وليدات كاين فقر كاين مشاكل وكيكون المرض. انا حمدت ربي وشكرته وكنتوجه هذا الشيء كل شيء حطيته سيدي الحاج ومشيت لعند الله مباشره. الله اكبر. مشيت لواحد النقطه سيدي الحاج اللي ركزت عليها هي اساسيه هو الصلوات الخمس اللي فوتونيش مع الجماعه. اييه. التوجه وكل ما طلبت الله كيعطيني حمدت ربي وشكرته. لا اله الا الله تعالى على واحد الوليد وجبوا لي الله تعالى تبارك طيب تبارك الله. كنمشيت عند كنمشي للمسجد سيدي الحاج كنسجد وكنقول يا ربي تعطيني من يتلو علي كتابك يا ربي تعطيني من يرافقني في المسجد وسبحي ربي سبحانه وتعالى بشرني بواحد الغلام ليله 27 في رمضان. الله اكبر. هنيئا 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 سيدي الحاج دخل علي مبارك مسعود والخيرات والافراح والمسرات واذاعه مدراديو كلهم الناس كيتصلوا كيبغيو يجوشوا واحد السيده كنشكرها ام وسام اللي كانت كتقلب عليا وجات كتبكي مسكينه قالت للولد ديالها ديني عند السيد نشوفه قالت لي دابا تحققت هي الامنيه ديالي. الله اكبر. كتسول وكتبعث مسكينه اذاعه الراديو اذاعه كبيره كنحاول نشارككم هذه الفرحه هذه ديال هاد الناس كاملين. لا اله الا الله هنيئا اخويا هنيئا. وراه سيد الحاج. نعم. حتى الاسم رخطاته اسم النبوه. الله اكبر. اسم محمد. لا اله الا الله. بعد الزياره اللي كانت كرمني بها ربي تعالى ورجعت لقيت الزوجه ديالي في الحمل ديالها فرحت. وكنت كندير واحد الشيء عظيم ودي سيدي الحاج غير بالنيه كنحط يدي على البطن ديال الزوجه ديالي وكنبقى الاخلاص المعوذتين وكن الصلاه والسلام على رسول الله والحمد لله زاد لي خير وعلى خير بعد ذاك الوليد اللي كنت حكيت لكم عليه اللي عنده مريض. اييه كنت حكيت لنا عندك وليد انت عندك اعاقه بصريه ملت الوليد وليتي توا عنده واحد الاعاقه واحد المرض شديد والعلاج مكلف. مكلف ودي سيدي الحاج الترويد ديال النص الترويد ديال سميتو ودابا الام ديالو هي مسكينه في باقه في النفس ديالها وكنتمنى من الله تعالى يشافي كندعي ليه في السجود. وكاين راه الصحيحه ديال هذا الوليد الجديد اللي ولدتي فيه ليله القدر؟ بخير وعلى خير ودي سيدي الحاج اكد لي الطبيب بان هذا الوليد بخير وعلى خير مكروم من عند الله سبحانه وتعالى. ما عنده حتى شي مضاعفات الحمد لله. ما عنده حتى شي اعاقه الحمد لله وحمدت به الله تعالى. يا ربي يا كريم. وربي كان كيكرمني برؤيا طيبه وفرحت وسعدت الحمد لله. زاد ليله 27 قلت حمدتك يا ربي وشكرتك هذه بشاره خير. وانت صبرت يا سي عبد الاله صبرتي ورجل ذكير ورجل عابد وفقير جدا وكتمشي تقلب على لقمه العيش بعرق جبينك دون ان تمد يدك اكيد ان الله عز وجل ينظر اليك من اعلى ويباهي بك ملائكته وان شاء الله الرزق الى الامام. جاي الرزق ان شاء الله الحمد لله وكندير هذه المبادرات كنمشي للتعاون الوطني العدد كما قالت الشخص اللي من قبل مني كنمشي عند الرئيس ديال البلديه كنقول له على الاقل لقاو لي غير شي حل شي كارت كينعاش بحال كنعيش بها انا وهاد الوليدات. مشيت للمكتب ديال العماله كتبت شحال من مره. نعم. كنكتب لذاك القسم ديال العماله وكنكتب وكنصيفط دير صوره فوتوغرافيه كبيره وكنصيفط كيجاوبوني كيجاوبني غير القيد وكيشوفوا الحاله ديالي وباقي لحد الان ما كاينش اكثر من شي خمسه المرات وكاين واحد البشره ان شاء الله ديال تعالى راه كنت قلتها لك خارج البرنامج ياك. نعم. اييه. مبشره بالخير ان شاء الله كاتب هذوك الناس القصر الملكي وجاوبوني بواحد الجواب. نعم. ان توصلوا بالمسائل وانا خليت الامر بيد الله تعالى. باذن الله يا ربي يا كريم اكيد ربي غيسخر. سي عبد الاله الى اقترحنا عليك مثلا شي عمل انت عن الاعاقه اللي عندك بصريه سي الحاج اشنو هو العمل اللي ممكن ديرو باش تكسب به قوت يومك؟ شي عمل تزاولو بحال شي حال ديال الزريعه بحال ما هكا
وكنقولوا لي بعض الناس كيقول لي دير غير السجارة في جنب المدرسه وجنب هذه، كنقول لهم لا انا ما بغيتش هادشي، انا بغيت انا كنصلي وكنتقى الله، ما بغيتش ناكل الحرام. كنتمنى من المحسنين اذا كان شي واحد كينسد وكيسمع لي الان غير شي مويحل بحال ما كنبيعو نشري فيه ولا شي حاجه نقدر نتغلب عليه. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، صافي انا ودي سيد الحاج وكنطلب الله تعالى غادي نقرا لك واحد البركه ودي سيد الحاج. اييه اخويا عبد الاله تفضل. نسمع الساده المستمعين. بالمناسبه بغيت نذكر الساده المستمعين سي عبد الاله هو اللي كان فاز معنا بعمره في عيد المولد النبوي الشريف، ملي كنا درنا واحد المسابقه ديال العمره واستافدوا ثلاثه الناس، كنا كنركزوا باش يستافدوا الضعفاء ويستافدوا الناس اللي عندهم الاعاقه، وكان اول المستفيدين من الاجوبه ديال الاسئله هو السي عبد الاله من بن قرير. تفضل السي عبد الاله، تفضل اخويا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إذ يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة آل نبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. اللهم فهمنا القرآن والسنة وارزق مستمعي ومستمعات إذا عميد راديو الجنة بإذن الله تعالى. يا رب يا رب، شكرا لك، شكرا سي عبد الإله. غير واحد شوية ديال الاجتهاد سيد الحاج وغير بالسمع. مزيان أنت كتحفظ غير بالسمع دابا الآن. لا غير بالسمع سيد الحاج، كندير بحال ما كان التليفون ديالي وكندير فيه الكتمان. نعم. كنبقى كنراجع مع بعض المقرئين اللي كنرتاح لهم شي شوية والحمد لله غادي نتمنى الله تعالى نختم القرآن ونحفظه ويدخل الصدر ديالي. الله يجعلنا. وجميل ذكرتينا سي عبد الاله بان السوره اللي قراتي ديال الكهف، سوره الكهف، رحنا مطالبين ان نقراها يوم الجمعه، يوم الجمعه اللي يقرا سوره الكهف الله عز وجل يغفر له ما بين الجمعتين، واذا ادركه المسيح الدجال فانه يكون في حصن حصين يحفظه. قال لكم سيدنا رسول الله قال لنا اذا جاء المسيح الدجال فانا حاجيجكم دونه، فان جاءكم ولست فيكم فعليكم بسورة الكهف فإنها المنجية من المسيح الدجال، وأن تغفروا ما بين الجمعتين. ذكرتنا بهذه النعمة، شكرا سيدي. سيد الحاج الله يجزيك بالخير. نعم سيدي. غير اللي شاف بحال ما هاد الأيام ملي عاودت لك هذاك الشيء وليت كنشوف الشرطة بزاف كيجيو لعندي بحال ما هكا في المنام ديالي. نعم. والخبز. نعم إن شاء الله تعالى الخبز في المنام رزق سوف يسوقه الله تعالى. يا ربي. والشرطة معنى أن ذاك الطلب اللي قدمتيه للقصر الملكي راه الحمد لله ملي كيبغي يجي الجواب كيجي عن طريق رجال الشرطة، لأن القصر الملكي كيصيفطها إلى الدوائر الأمنية إلى السلطة المحلية، فكيجي واحد الأعوان ديال الشرطة أو ديال السلطة المحلية كيسولوا على المعني بالأمر وكيكتبوا واحد التقرير، كيشوفوا الحالة الاجتماعية ديالو، الحالة ذاك الكلام اللي صيفط لهم في الرسالة والوثائق الطبية اللي صيفط لهم في الرسالة كيتحققوا منها، فكيدقوا الباب كيدخلوا للدار على غفلة كيشوفوا الأتات ديال البيت، عدد الأسرة، الوضعيه الاجتماعيه، وكيكتب تقرير حسب ما راى بان هذا السيد راه فقير، راه محتاج، راه ما عندوش املاك، وراه يستحق العطاء، وكيردوا الجواب القصر الملكي، وان شاء الله تعالى في عيد وطني سعيد، اما في عيد العرش المجيد، واما في المسيره الخضراء المضفره، او اي عيد اخر، يكون هناك العطايا ان شاء الله تعالى، كتكون خصوصا ليزاغريمون اللي هي ديال الطاكسيات كتكون، ومن غير ذلك في السنه الهجريه وفي عيد المولد سيدنا الله ينصرو كيخرج الزكوات ديالو،
كيخرج الزكوات ديالو، الاسره المالكه كتخرج الزكوات ديالها وكتتكلف الناس في الاوقاف الشؤون الاسلاميه اللي كينسقوا مع السلطه المحليه في تحديد الفقراء والمساكين، كيقول لهم هذه الهبه ديال سيدنا كتسمى الهبات الملكيه. هذا كله اللي شتيه في المنام ان شاء الله تعالى يرتقب بان قريبا غيدقوا عليك الباب الناس ديال السلطه، ما تخافش غيدقوا عليك غير للخير باش يقدروا يقدموا لك المساعده والخبز ان شاء الله. ذاك رزق وفير سيقصقه الله تعالى، ونطلبوا الله تعالى هذا الوليد الصغير اللي رزقك به الله تعالى ليله القدر، وغادي يكون ان شاء الله تعالى هو عينيك هو رجليك هو السند ديالك في القريب العاجل، وسميته محمد. هنيئا لك بهذا الاسم الجميل. فمن كان اسمه محمد قالوا العلماء لا يدخل النار، من اسمه محمد لا يدخل النار، لان اسم محمد حجاب مستور عليه. ومن اسمه محمد لا ينبغي لوالديه ان يضربوه او يعاتبوه، لانه يحمل اسم اعظم مخلوق على الارض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك، والله يحفظنا جميعا ويكرمنا في ملكنا وبلادنا، وربي قادر، الرزق ديال الله تعالى كثير، وان من شيء الا عندنا خزائنه ولكن ننزل بقدر معلوم. نطلب الله تعالى في هذه الليله المباركه ليله الجمعه ان يغدق علينا برزقه الوفير وخيره الكثير، ونقول لوليداتنا نعلمهم من بين مفاتيح الفرج وجلب الرزق، نعلم وليداتنا الصلاه على النبي. كلما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داكشي اللي نويداه غتعطي لنا الله تعالى. هذا قانون، قانون ماشي بحال القانون الدستوري او القانون الجنائي او القانون المدني او قانون البحار او قانون الطوارئ، لا، هذا قانون رباني، كان قانون يسري على الكون، وهو انك اذا صليت على النبي المصطفى، وخصوصا صلوا الاطفال الصغار على النبي المصطفى، صلي على النبي ونوي في قلبك ما تشاء، انوي ما تشاء، تريد رزقا، تريد مالا، تريد مجدا، تريد صلاحا، تريد علما، تريد ما تشاء، شفاء من كل داء وسقم، صلي على رسول الله وسخر الاطفال الصغار ان يصلوا على محمد وسوف ترى العجب العجاب. هيا بنا جميعا نصلي على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه الكرام، في ختام حلقه هذه الليله المباركه وهي ليله الجمعه، حري بنا جميعا أن نتواصى بذكر الله، ونتواصى خصوصا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي المصطفى المختار مفتاح عظيم من مفاتيح الجنة، ومفتاح عظيم من مفاتيح الفرج، ومفتاح عظيم من مفاتيح العطاء الإلهي. من أراد أن يكرمه الله، من أراد أن يعطيه الكريم بلا سبب وبلا حسبان، ما عليه إلا أن يكثر من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فربنا جل جلاله سبحانه هو صلى على النبي، الله تعالى في عليائه صلى على النبي، والملائكة الأطهار هم جميعا صلوا على النبي، وأهل السماء كلهم يصلون على النبي. ثم قال ربنا عز وجل: يا أهل الأرض، يا أهل الأرض صلوا أيضا على النبي، وأقرنوا صلاتكم عليه بالسلام، فإن فيه فرج وفيه عطاء وفيه كرم. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته الكرام ويعلم أمته، كان يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وفي رواية: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا زحم منكبه منكبي باب الجنة يوم القيامة. فهيا بنا جميعا أيها الأحبة الكرام نصلي على هذا النبي. والبخيل، من هو البخيل؟ هو الذي إذا ذكر عنده النبي الأكرم لم يصلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. هيا بنا جميعا نصلي على هذا النبي، وننوي في قلوبنا ما نحتاج إليه، اللي عنده شي عقدة، واللي عنده شي حاجة، واللي عنده شي رغبة، فقط غير ينويها في قلبه وينويها في فكره، وليرطب لسانه بالصلاة على النبي، وسوف تأتيه بتلك الحاجة، لأنها مجلبة للخير،
فاتحة لأبواب الرزق والعطاء الإلهي. فاللهم صل على هذا النبي، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، أنت المقدم في كل مقام، وبك يا رسول الله حصل الختم يا خير الأنام. اللهم يا أرحم الراحمين في هذه الليلة الطيبة، ليلة الجمعة، وقد أمرتنا بأن نصلي على هذا النبي كما أنت تصلي عليه يا رب، فاللهم صل عليه، صل على هذا النبي صاحب الخلق العظيم، صاحب القدر الفخيم، هذا النبي الذي أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد، أصل الأصول، نور الجمال، سر القبول، أصل الكمال، باب الوصول. يا رب صل على هذا النبي صلاة جلال، تدوم وتدوم وتدوم ولا تزول، وسلم يا رب على هذا النبي سلام جمال، يدوم ويدوم ويدوم ولا يزول. اللهم صل على هذا النبي، اللهم يا رب يا كريم، هذا النبي من جاهه مقبول ومحبه موصول، هذا النبي المكرم بالصدق في الخروج والدخول. اللهم صل عليه صلاة تشفينا من الأسقام والنحول، وتداوينا بها من الأمراض والدبول. اللهم صل على هذا النبي صلاة ننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول. يا رب صل عليه صلاة تشمل آل بيت الرسول والأزواج والأصحاب، وتعم الجميع بالقبول. اللهم صل على هذا النبي صلاة تعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب صل على سيدنا محمد المنعوت في القرآن بأعظم وصف، صلاة تشرق علينا بها أنوار الكشف، ويحل علينا بها من ربنا الفرج والفتح واللطف. اللهم صل عليه صلاة ننال بها من جنابه العلي جميل العطف. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أنزل عليه قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، صلاة تستغرق العلم والفهم ولا يعبر عنها حرف، وننال بها شفاعته يوم العرض والوقف يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين صل على سيدنا محمد من أكرمت من أجله قريشا برحلة الشتاء والصيف، صل على محمد الآمر بإكرام الضيف، صل على محمد صلاة تدفع بها عنا الخوف إلا منك يا خفي اللطف. اللهم صل على من ميزت أمته في الصلاة والجهاد بالصف، صلاة تفوق صلاة المصلين عليه أضعاف الضعف، لا يحصرها واحد ولا ألف، صلاة ترزقنا بها القوة وتزيل بها عنا الضعف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك. اللهم يا ربي صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد، نور الأنوار، سر الأسرار، ترياق الأغيار، مفتاح باب اليسار. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأراضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم صل على سيدنا محمد، الرحمة المهداة، العالي القدر، العظيم الجاه، الحبيب، البشير، الشفيع، النذير. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام، متصلة الدوام، لا انقضاء لها ولا انصرام. اللهم صل على سيدنا محمد، عدد قطر الأمطار، وصل عليه عدد أوراق الأشجار، وصل عليه عدد دواب القفار، وصل عليه عدد مياه البحار. اللهم صل عليه صلاة تامة كاملة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والطف بنا يا كريم، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير، واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وفرج كربنا يا رب، فرج كربنا يا رب، ونفس عنا الأحزان، واقض عنا الديون، وأكرمنا يا رب بالصحة والعافية وتمام العافية، وافتح لنا باب الرزق الوفير، وارزقنا فيما بيننا مودة ورحمة، وانشر في بلادنا أمنا وسلاما ورحمة ونورا وبركة. اللهم اقذف في قلوبنا السعادة، اللهم اجعلنا سعداء، اجعلنا مسرورين، اجعلنا فرحين بك يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، أنت المقدم في كل مقام، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا رب نحن مضطرين، اكشف عنا السوء وارفع عنا البلاء، بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم أدبنا بأدبه، وألحقنا بخلقه، وأحيي فينا وفي أمته هذه المعاني الكريمة. قولوا جميعا آمين، آمين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.